هنالك قمة كبيرة جدا ستجري يوم غد، والواضح أن هنالك أهدافا يبحث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحقيقها، البدء بالعملية العسكرية أيضا في سوريا وليس فقط للاستمرار في العراق في العمق العراقي. بتقديرك هل تعتقد أن روسيا وإيران ستعطي الضوء الأخضر لهذه العملية، وما موقف الولايات المتحدة الأمريكية من ذلك؟ Well, look. The type of deals that would be made between نوعية الاتفاقيات التي ستعقد ما بين تركيا وإيران وروسيا هو نوع الاتفاقيات التي ستؤذي المدنيين بالدرجة الأولى. من الواضح بأن روسيا ترغب في الحصول على بعض الطائرات المسيرة لحربها في أوكرانيا، وتركيا يمكن أن تعمل بمعية إيران من أجل الهجوم على أهداف في منطقة كردستان في العراق، وإيران طبعا ضد البشمركة التي تعمل على الحدود مع إيران. فإذا تركيا بينما هي تقوم بهذه العمليات يمكن أيضا أن تتفق على قصف أهداف ترغب إيران في استهدافها. ثم في سوريا نرى الآن تواصلات ما بين روسيا والنظام السوري وإيران من أجل إيقاف تركيا عن هذا الغزو. تركيا تقول بأنها ترغب في حماية حدودها، ولكننا نعلم من الإحصاءات ومن البحوث أنه ليس هناك أي هجوم من قوات سوريا الديمقراطية، ولكن هناك عدة عمليات من القوات التركية على القوات السورية الديمقراطية وعلى المدنيين كذلك عبر الحدود ما بين تركيا وسوريا.